أكيد سي خالد، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص الرئيس ديالها السي فوزي القجع كانت أنها مهتمة بإدخال التقنية ديال الفار للبطولة الاحترافية، واللي عطات واحد الإضافة، ولكن هذا لا يخلو من ملاحظات، لا يخلو من شوائب التي شابت هذه التجربة، ولكن وجب الوقوف عليها، وجب التنبيه لها. فبالنسبة للتقنية ديال الفار، أنه الفار يتدخل في 4 حالات تحكيمية ضرورية أنه المشرع يلزم الحكم المساعد الفيديو باش يتدخل فيها، هي عندما تكون هناك ركلة جزاء، عندما تكون هناك ورقة حمراء مباشرة، عندما هنا يكون هناك إصابة ويكون حولها جدل، أو عندما هناك تكون تعيين اللاعب المخالف ليدونتيفيكاسيون ديال اللاعب اللي كيحصل على الورقة الصفراء أو الورقة الحمراء كيكون خطأ فيه. هادو 4 ديال الحالات، بالإضافة إلى بعض الحالات اللي كتكون أثناء تنفيذ ركلة الجزاء. هادو هما الإطار العام اللي كيشتغل فيه الحكم المساعد ديال الفيديو. ولكن واحد المسألة اللي هي مهمة خالد، واللي ربما ما كينتبهولهاش بالنسبة للحكام ديالنا، هو أنه ما كيعرفوش الحدود ديال المسؤوليات ديالهم. فالمشرع يسميه حكم مساعد ديال الفيديو، بمعنى كيبقى دائما تحت سلطة الحكم، وكيدخل دائما في الخانة ديال الحكام الآخرون. فملي كنجيو للقوانين اللعبة، كنلقاو المادة الخامسة اللي كتكلم على الحكم، وكنلقاو المادة السادسة اللي كتكلم على حكام آخرون، بما في ذلك الحكمين المساعدين، الحكم المساعد ديال الفيديو، أو الحكم الرابع، أو الحكام الإضافيون، ملي كانت واحد التجربة ديال الحكام الإضافيون. لذلك أنا بالنسبة لي هذا هو المبدأ الأساسي الذي أنشئت من أجله تقنية الفار. خاصنا الحكم المساعد ديالنا منين يتعين المقابلة يعرف راسه بأنه حكم مساعد ديال الحكم، بمعنى دائما يخضع لسلطة الحكم، ودائما يكون تحت إمرة الحكم. وهنا باش غادي نفصلوا الحيتيات علاش جبدنا هاد الحالات التحكيميه، علاش رصدنا هاد جوج ديال الحالات التحكيميه اللي ثاروا البوليميك في البطوله ديالنا، وجب نوقفوا عليهم، وجب ننبهوا لهم. لذلك باش نفسحوا المجال حتى الجهاز التحكيمي الجديد باش انه يحاول يوقف عليهم ويدير دورات تكوينيه للحكام، باش يمكن لنا نتجاوزوا هاد الخلل اللي وقع فيها. حنا ولينا كنشوفوا بان كاين هناك تضارب بين الحكم والحكم المساعد ديالو في الفيديو.